السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم بلا الإنجليش. في هذا الدرس سنعرف كيف نقرأ ساعة بالإنجليزية، والأمر بسيط وسهل جدا. كل ما عليك معرفته هو كلمتين فقط، وهما past و to. هذه هي الساعة مقسمة إلى نصفين، هذا النصف past وهذا النصف to. تبع معي ونبدأ الدرس. إذن كما ترون أعزائي المشاهدين، لدينا هذه الساعة، والساعة تحتوي على 12 رقما. لكن قبل أن نعرف طريقة قراءة الساعة باللغة الإنجليزية، دعونا أولا نلقي نظرة على طريقة قراءة الأرقام باللغة الإنجليزية. إذن لدينا رقم 1 1، رقم 2 2، 3 4 5 6 المنتصف، 7 7، 8 الثامنة، 9 التاسعة، 10 العاشرة، 11 الحادية عشر، 12 الثانية عشرة. وهنا لدينا ساعة مقسمة إلى نصفين كما أخبرتكم من قبل، الجهة اليمنى past والجهة اليسرى to. ركزوا دائما من هذه الناحية. لدينا هنا 5 past يعني 5 دقائق، 10 past 10 دقائق، quarter past ربع ساعة، 20 past 20 دقيقة، 25 25 دقيقة، half past هي المنتصف يعني نصف ساعة، 25 2. إذن هنا انتقلنا إلى 2 إلى الجهة الأخرى، 25 2 هنا نقول 25 2 25 دقيقة عدا تنازليا من الثانية عشرة إلى السابعة هي 25 دقيقة. لن لا نبدأ من السادسة، وإنما نبدأ من الفوق من الثانية عشرة، 25 to 25 دقيقة، 22 20 دقيقة، quarter to ربع ساعة، 10 to 10 دقائق، و 5 to 5 دقائق. كما تلاحظون هنا هي نفس الأرقام، جهة past وجهة to. لدينا 5 past 5 to، quarter past quarter to، 25 past 25 to، وما إلى ذلك. مع كلمة half النصف نستعمل past. وكما نعلم باللغة العربية، عندما نريد أن نقول الساعة أو الوقت نبدأ بالساعات ثم بالدقائق. مثلا الساعة السابعة وعشرون دقيقة، الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة، وما إلى ذلك. لكن باللغة الإنجليزية نبدأ بالدقائق ونذهب للساعات. إذن لنقم بالتطبيق ونقول على سبيل المثال إن الساعة الثانية وعشر دقائق. في هذه الحالة نقول it's 10 past 2، it's 10 past 2، لأننا قلنا في البداية نبدأ بالدقائق وبعدها بالساعات. إذا نقول إنها 10 دقائق بعد الساعة الثانية. مثال آخر، إذا أردنا مثلا أن نقول إنها الساعة التاسعة تماما، نقول it's 9 o'clock، أي أنه أي وقت ينتهي مع الثانية عشر يعني تماما نقول o'clock. مثلا it's 9 o'clock إنها التاسعة تماما، it's 6 o'clock إنها السادسة تماما، it's 3 o'clock إنها الثالثة تماما، وما إلى ذلك. نأتي هنا لجهة 2 نفس الشيء. عندما نريد أن نقول إنها التاسعة إلا 25 دقيقة نقول it's 25 to 9. ونفس الشيء إذا أردنا أن نقول إنها التاسعة إلا 20 دقيقة it's 20 to 9. كذلك it's quarter to 9، it's 10 to 9، it's 5 to 9، it's 9 o'clock. والآن أترككم مع بعض التمارين لكي تستفيدوا من الدرس بشكل أكبر. It's 6 past 12. It's 12 o'clock. It's 6 o'clock. It's quarter to 6. It's 6 and quarter. It's quarter past 6. It's 8 to 20. It's 20 past 8. It's 20 to 8. It's 5 to 10.
It's 10 past 5. It's 10 to 5. What time is it? It's 10 to 5. It's 5 past 20. It's 20 to 5. It's 20 past 5. What time is it? It's 20 past 5. It's 12 o'clock. It's 5 past 11. It's 11 to 5. It's 5 to 11. What time is it? It's 5 to 11. وفي نهاية هذا الفيديو، إذا أعجبك الدرس واستفدت بمعلومة جديدة، أدعوك للانضمام لمجتمع بلال إنجليش والإعجاب بالفيديو لأنشر المزيد من المحتوى. إذا كنت ترغب في درس معين، اكتبه في تعليق في الأسفل وسأقوم بتسجيله في المرة القادمة. مع السلامة.